محمد كمان ده احسن العاب. يلا بينا نختبر كل الشخصيات ديت. وهو اول حاجة جو بايدن. جو بايدن تعالى يا جو بايدنو عشان بس يا استاذ جو بايدن متتعبناش، احنا بنجيب اللي قدامنا. اي كلام بقى في الشباب في الحمام، مش لازم نتعب نفسنا يعني على جيش الشتوي ده. عمود اللي هاد بيو ماشي 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 ماشي. اول حاجة هم كسبوا، هم دول اتولين في خدشة. مين عادي يتحرق؟ انا شكلي كده. اوكي كده ستوري زون جامد بقى. كده طبعا بقى هيتغير بقى الموضوع، عشان طبعا بقى بعمل العدل. حط جيش اشتغل. ايه ده اشتغل ده متحكم فيها كده؟ عامل كده اقسم بالله العظيم عملت كده. شوف وشكل لما انا بقرب منه. شوف ايه ده، ده ما عندوش عين اصلا. شوف ده ما عندوش عين. شوف الفرق، هم زي بعض. بس واحد عنده حاجة تانية. شوفوا ما بين الفرق. حمام بعجلة عجل، معلش بغلط. طبعا دي تبقى حرب شاملة والله. طبعا هو كل اللي موجود بقى اجيبه. اشتبر ده مثلا من ايام الستينات دوت. ايام الستينات، ايام قصدي يا شباب الميهات، ايام مسلسلات واحد. ايه يا نانا ايه يا تعبني ايه يا نانا ايه يا خالي. كده حلو يا شباب؟ لا طبعا لسه في كتير. لو عملت لكم حاجه كده هتهزها المورك، انتوا عارفين. حلو الجيوش ده، بس الجيوش هتقل الجحيل. انت شايفين كده؟ هنحط لو طبعا ان هو الزعيم فيهم، هيبقى الزعماء. بس في منه صغير وكبير. طبعا بقى احط قدام واحط ورا وقدام، خليه ينتشر شوية كده. دول بقى عايزين يهاجموني. اشتري دوم دوم الزعيم فيهم. هم الزعيم اهو، الزعيم ليه جاب خواتش لورا ده الجيش. اشتري دوم تعالى والله وجيب جيش الكاميرات كاميرا. بسم الله نعمل تعادل. دوت هيبقى الزعيم. لا دوت اقوى. طبعا دوت عنده تلفزيونات على فكرة. دلوقتي يا شباب تي في ما معمول من السماعات، عنده هنا سماعات وهنا تلفاز. لعبة بتقل يا راوي. مين عايز سلاح جديد؟ انا ايه مغيرش على كمان. حرب دخلت بفقات بعض. تك بيك هن هن
واحد دخل على البيم بيم، واحد دخل وضرب بلم وعامل هلم، والتاني دخل وموته واحد تقريبا، واللعبة بتتقل و و و و ونعمل ايه و و و و مين اللي كتب فيهم؟ مين كسب؟ هم كسحة كسحة كني أو 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 أو. شفت يا شباب؟ لعبة تقيلة. ما بين التويلت استنى اشرح لكم ازاي خسرنا. ان التلفاز طبعا ما شايف التلفاز بطريقة غريبة، ادي هي التلفاز بتاعته ضعيفة بس بتولع وقوي، بس التيفي مين النملة طبعا بغزل معاك، التيفي مين اللي عنده سماعة طبعا، التيفي مين التاني اللي عنده تلفاية حلوة سخرتيش سماعات كل تدوريك. واللي يكتب اكتب لكم كام، كل اللي يفهم هيفهم الكلمة ديت. كتب وانت شرح، الشرح هو دوت، الشرح التاني هو الشرح من النموذج دوت. النموذج التالت فهمت؟ النموذج التالت فهمت؟ النموذج التالت يا شباب بس كده. يلا بقى نشوف الحرب اللي ملهاش قيمة ديت. طبعا ده هكبره بس هحط منه عيال صغيرة. نجيب بقى واحد عملاق، هجيب 3 عملاقة، 1 2 3 اكبرهم بقى اخليهم عملاقة عملاقة. تك 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 طبعا دوت ده هيتحط قدامه ناس. طبعا دول بقى بصنايعهم الحمد لله. بص متأمن عليه حرصة. بص يا شباب محرصين، جيش اشتبه ده محرص عليه. بص محرصين حرصة، الزعيم بتاع حمزة عماق يا عشان محرصين. يلا بقى على القوي. طبعا هنجيب دوت هنعمل عليه حراسة، ده الكبير اوكي. تك 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 هو هيبقى عملاق خالص يا لهوي، ده هيدوسه في الأرض، ده ما ينفع أركبه. تحك تحتك كامل، ده انا هندخك يا حلاوة، هندخك يا شبري دم دم يس يس شبري لاب لوب ديب، ده انا شهده اقوى منهم، ده هندخهم يا شباب بالقوة العظيمة. طبعا دي الصعدين القوية،
انا الكبير، فاهمين؟ شايفين دول؟ دول ضرب نار الشارمي، انتوا اكتر منهم. فاكر اللي ورايا دول اكتر منهم، بس في واحد عملاق ممكن يطول لي دوس الجزمة. انا هطير. مين اللي كسب؟ ضرب 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 جيش الكاميرات. ما ييه كسب. كسب يا شباب، كسب. اعمل في الجيش دوت ايه؟ اعمل في دوت ايه؟ طبعا ده بيكمل. نكور بقى التي في مان، التي في طبعا، بص مسميه التي في بس مش هيعمل مان. تكبره كده خلايا عملاق يا راجل، كبر. بص بنبدأ من الكبير للصغير. بص بنبدأ من الصغير. الكبير لحد الصغير. نبقى بقى نظام قدام جيش اشتبل دم. جيش اشتبل دم متعصب قوي ان هو هم عندهم صغار وكبار وكلهم اكبر مني. هنحط 3 عظماء لان ما عملنا انا بالظبط في جيش رأس التلفاز. هم عاملين كده زي ما احنا عملناها من الكبير. لا اقول لكم سيبهم كده، انا هعمل لهم كبير بس، مفيش صغير ولا كبير. هما 2 هما كده اللي كده هما كبروا. ده داس عليا، ده محشور. تطلعوا من الحشرة، نطير في أي حتة، نطير فين إن شاء الله. تطلعوا عندي البلكونة، لقيت أول مرة أشوف بلكونة فيها باب أو سطح، أو سطح فيه باب طبعا. مش مشكلة. 3 2 1 اكشن. جايين قطعوا في بعض. هنشوف مين اللي هيكسب. مين اللي كسب؟ بس اشتري ضم كامل. برافو. ايه الجثث ديت؟ عايز امسح الجثث. وجهه وش مظبط. ترش تبريد. بعد عني انا اصلا فضل ضربة وموت. شخصية بدأت ضربة. طرش بي دب 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 كده يا شباب. عملنا كل المهمات، القسمات، البهلوات، اي بتنجان، اي بتاع،
اي من نهاية. تيك تيك ايه ده يا شباب؟ لا تهت، استنى ارجع نفسي. طبعا ما تهتش اهو، بس اعرف المكان كويس. طبعا ده ساعات بوصل له عادي وساعات لا. تمامين كده، عشان خلصت حلقة. انا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.